تقول ايه لمصطفى شوبير بعد الاداء الكبير اللي عمله وشباكه اللي ظلت نظيفه؟ وهل يعني الفتره الجايه ممكن تشهد استمرار شوبير ولا الشناوي بقى يرجع؟ نقول حاجة مهمة جدا، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. ثباته الانفعالي وسلوكه وأداؤه وتصريحاته بتثبت إن هو مولود نجم. في لعيبة كده بتتولد نجوم، هو راجل عارف هو خد إيه، استفاد من كل الخبرات اللي كانت معاه، من الشناوي ولا زنفولي ولا اللي موجودين ولا مع حمزة علاء. كل التدريبات دي مع مدير فني ناجح اسمه ميشيل يانكون طور من أداء حراس مرمى النادي الأهلي. الشاطر اللي بيفهم الدرس، شوبير فهم الدرس، راجل عنده هدوء، بيتعلم. انا قلتها عليه قبل كده، نوير الكره المصريه، راجل بيعمل لنفسه ريكورد، بيعمل لنفسه تاريخ جوه النادي الاهلي رغم صغر سنه، صبر ونال زي والده. والده صبر انا وهو كان بقول لا ايوب الكره للكابتن المصريه، احمد شوبير، عرفت تربي عرفت تربي كرويا وسلوكيا. بالظبط بالظبط. يعني بجد من قلبي بقول لكابتن احمد شوبير، بسلم عليه الاول، مساء الفل كابتن احمد شوبير، بجد عرفت تربي. طيب يعني مين اللاعب اللي انت كنت متوقع منه اداء افضل في المباراه، سواء من ناحيه الترجي او من ناحيه الاهلي؟ لا، من عند الترجي انا كنت حاطط معايير معينه، لو اتقفل عليها خلص الموضوع. اكتر لاعب كنت متاكد ان هو هيتحكم في رتم الكوره ويكون سبب التهديف واحد واثنين، هما اثنين، امام عاشور وحسين الشحات. تمام، مين اللاعب اللي نقدر نقول ان هو نجم الاهلي في الفتره اللي فاتت؟ سبحان الله، هو لاعب ملوش غيار جماهير النادي الاهلي. أشكرك شكرا جزيلا كابتن عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، شكرا جزيلا.